ومن المعلم القرآني ننتقل إلى الباحث في العلوم القرآنية والخطيب الحسيني، والذي طالما أثر المنبر بخطاباته الفكرية والتوعوية الهادفة. نستقبل معكم سماحة السيد محي الدين المشعل، فليتفضل مشكورا ومصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا، رحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم ولياليكم، وبارك الله لكم بهذه الليالي العظيمة، ليالي وأيام الله التي كان فيها ظهور أنوار أبطال خلد الدين وخلدت الرسالة المحمدية الأصيلة بتضحياتهم وبمواقفهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم، ورزقنا البراءة من أعدائهم، ووفقنا في الدنيا لزيارتهم، وأنالنا في الآخرة شفاعتهم، ولا فرق الله بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. قال إمامنا الصادق سلام الله عليه في توصيف عمه العباس رحم الله عمنا العباس: لقد كان صلب الإيمان نافذ البصيرة، قاتل مع أخيه الحسين فقطعت يداه، وأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة. عندما نتناول شخصية أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، فهناك جهتان لنتناولها من خلالهما. الجهة الأولى هي الجهة التوصيفية والسردية، والجهة الثانية هي الجهة التحليلية، ونحاول أن نقف وقفتين مختصرتين أو مختصرتين مع كل جهة من هاتين الجهتين. هناك خلاف تاريخي في ولادته صلوات الله وسلامه عليه، فلقد نقل الحج موسى حفظه الله المشهور أو المشهورة بين المؤرخين بأن ولادته كانت في 26 من الهجرة، يعني في العام 26 من الهجرة، وفعلا يكون عمره الشريف حين استشهاده حوالي 34. وهناك رأي آخر يميل إليه بعض المحققين، وأن ولادته كانت في 18، يعني في 18 للهجرة، فيكون عمره الشريف ربما يزيد على 40، يعني 42، يعني يزيد بثمان سنوات على ذلك. وهذا المحقق يميل إلى أن زواج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أم البنين أيضا كان مبكرا، يعني في 13 للهجرة. ويحاول أيضا أن يثبت من خلال هذه التواريخ أن أبا الفضل قد شارك مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في واقعة صفين، بحيث يكون عمره الشريف آنذاك 20، يعني صفين كانت في 37 للهجرة. وإذا كان هو مولودا في 18، فقد يكون عمره الشريف 19 إلى 20 عاما. ومن ضمن التوصيفات، هذه توصيفات وسرديات في تاريخ وفي سيرة أبي الفضل العباسي صلوات الله وسلامه عليه، ومن ضمن السرديات التي
ينقلها لنا التاريخ قبل كربلاء أيضا ما وقفه صلوات الله وسلامه عليه يوم تشييع أخيه الحسن، عندما أريد للحسن سلام الله عليه أن يجدد عهدا بجده رسول الله صلى الله عليه وآله، ورشقت الجنازة فاستل أو وضع يده صلوات الله وسلامه عليه على مقبض سيفه، أراد أن يستل سيفه ليواجه القوم ولينتصر لظلامة أخيه الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الحسين أوقفه وقال له: قد أوصى أخي الحسن أن لا يهراق في أمره محجمة أو محجمة من دم. هناك أيضا ما ينقل في طفولته حين ولادته صلوات الله وسلامه عليه، وأن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يقلب كفيه ويبكي، وحينما استعلمت أم البنين من علي سلام الله عليه عن سبب بكائه أخبرها بما سيجري على هاتين الكفين وعلى هذا المولود الحديث الولادة. هناك حديث عن قربه من زينب صلوات الله وسلامه عليها، وعن قربه من أخويه الحسنين، وبطبيعة الحال يعني لا يبزغ له نجم مع وجود هذه النجوم، يعني هو في وجود الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما طبيعة الحال يكون نورهما يغطي، يعني كما أن نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغطي بقية الأنوار، كذلك نور الحسنين اللذان هما إمامان قاما أو قعدا يحول دون بروز النور العباسي، نور أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا من المواقف التي ينقلها لنا التاريخ وتمثل سردية من السرديات أيضا في سيرة أبي الفضل، موقفه حينما دخل الحسين على الوليد، حينما دخل الحسين سلام الله عليه على الوليد أوقف العباس ولعله 20 هاشميا معه، وأمرهم أنه إذا ارتفع صوت الحسين أن يقتحموا الدار، وفعلا كان يتصدرهم ويتقدمهم العباس صلوات الله وسلامه عليه. من السرديات أيضا في واقعة كربلاء أنه صلوات الله وسلامه عليه وقف موقفا صارما وحاسما وشديدا ضد الشمر، عندما أعطاه أو أراد أن يعطيه الأمان قال له: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن بنت رسول الله لا أمان له. وكذلك يحدثنا التاريخ عن بطولاته صلوات الله وسلامه عليه، ولا إشكال عندنا كم قتل، يعني ربما يوجد هناك كلام أنه لا يعقل أن العدد الذين قتلهم العباس كذا وكذا، وليكن لم يقتل أحدا. ليست القضية يعني حينما نريد أن نقيم الآن من خلال النظرة التحليلية لا يمثل كثرة المقتولين درجة، يعني نحن عندنا من شهداء كربلاء عبد الله الرضيع لم يقتل أحد ولم يحمل سيفا، ولكنه رمز، رمز يعزى إليه نصر الدين ونصرة الإسلام، ولا زال علما يمثل إرهاب بني أمية وعنفهم وظلمهم وتجبرهم وقساوتهم وما إلى ذلك، لا يمثل كثرة أعداد المقتولين أي رقما. نعم نحن نلتزم بما نقله التاريخ التحقيقي، وأن أبا الفضل كان شجاعا، كان بطلا، كان مقداما،
بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة، ترغم حامي الضعينة أين منه، ربيعة بل أين من عليا أبيه مكدم. العباس لا خلاف في شجاعته ومقداميته وبطولته، وقتل مقتلة عظيمة، ولكن لا يهم الخلاف كثيرا. والذي أنقله عن الشيخ الوائلي رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية، يقول: أنا حينما أريد أن أقدم أنموذجا في الوفاء، يعني التاريخ نقل لنا أيضا، نقل لنا وكذلك الروايات التي نقلت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نقلت أن العباس كان قلبه كصالية الجمر من الظما فلم يذق الماء، آثر أن يموت ظمآنا، أن يموت، أن يستشهد ويقتل عطشانا. وهذا أمر نقله لنا التاريخ تعليق الشيخ الوائلي حفظه رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية، يقول: أنا حينما أريد أن أقدم أنموذجا في الوفاء للإنسانية، ليس للشيعة وليس للمسلمين وليس للهاشميين، وإنما أريد أن أقدم أنموذجا للإنسانية جمعاء في الوفاء، أحمل على يدي أبا الفضل العباس فأقدمه أنموذجا للوفاء والإيثار والتضحية. هذه بعض الجوانب التي تمثل توصيفا في سيرة العباس صلوات الله وسلامه عليه. والمهم هو أن نتناول أبا الفضل العباس من الجهة التحليلية، يعني بعد أن أدركنا أن العباس سلام الله عليه ليس معصوما، ربما حينما نقدم الحسين كأنموذج أو أمير المؤمنين كأنموذج، يقول لنا البعض بأن هؤلاء معصومون ونحن لا نتمكن من الوصول إليهم، وهذا كلام سليم، ولكن مع ذلك يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. هذا كلام سليم، نحن يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا يستطيع أحد أن، يعني أمير المؤمنين وهو أمير المؤمنين، يقول: إني لعبد من عبيدي محمد صلى الله عليه وآله. فلذلك القرآن الكريم يقول لنا: ولو تمكنتم من إيجاد نسخة مصغرة جدا 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 من رسول الله صلى الله عليه وآله، كما كان علي الأكبر الذي شابه رسول الله خلقا قبادا تكوينا وخلقا، يعني شابهه من ناحية سلوكية وأخلاقية وعملية في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. العباس أنموذج، نريد أن نتعرف من خلال التحليل على الأسس التي أوجدت أبا الفضل العباس. الأساس الأول هو الإعداد، يعني هناك إعداد للقادة كما يمكن أن يعبر إداريو الفترة المعاصرة، الإداريون المعاصرون قد يعبرون عنه بإعداد القادة وتربيتهم. الواضح جدا أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان غرضه من الزواج أساسا، يعني نحن حينما نستعرض الأغراض المتعددة للزواج وللإنجاب أيضا، يعني قد يكون الشخص ينجب لأجل مثلا الجانب النفسي والجانب الأبوي حتى يكون أبا، قالت: قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
وقد يكون لا للتكاثر، ألهاكم التكاثر، إنما الحياة الدنيا، أو إنما مثل الحياة الدنيا، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد. لكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كبقية البيوت الرسالية كان يهدف أن ينجب من يحمي الدين. ويوم أبو الفضل استجار به الهدى، أبيات السيد الحلي، يعني هنا أصل إعداده كان لهذا الغرض، ولقد وفق الله عليا في ذلك. يعني لا نريد أن نستعرض تأريخ أبناء علي سلام الله عليه من غير فاطمة، هناك حديث عن محمد بن الحنفية وأنه تخلف عن الحسين وما هي أسباب ودواعي تخلفه، هناك حديث عن عمر الأطرف الذي قتل قتلة مريبة في حركة المختار وما إلى ذلك. لكن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واضح بأنه في هذا الزواج أو في هذه الزيجة كان يسعى إلى أن يكون الأولاد الذين يأتي به، ولذلك جميع أولاد أم البنين، طبعا العباس هو سيدهم وهو مولاهم، ولذلك أيضا في السرديات، دعوني أرجع إلى السرديات أيضا، وهذه سردية مهمة، حينما التفت إلى إخوته قال لهم: تقدموا يا بني أمي حتى أحتسبكم أو حتى أراكم. والبعض بعض المحرفين يقولون بأنه قال لإخوته: تقدموا حتى أرثكم، ويعني كأنما عندهم شيء يورث. أنا في الحقيقة أعلق على ذلك، أقول حتى بناء على هذه النسخة أو هذا النقل: حتى أرثكم، يعني حتى تقتلوا قبلي، هذا المقصود، أنه حتى أطمئن إلى أنكم قد لحقتم بركب أبي عبد الله. حجر ابن عدي رضوان الله تعالى عليه حينما أخذ هو وبقية الشهداء في مرجع عذراء طلب منهم أن يقتلوا ولده قبله، قال: حتى أطمئن على أنه قد قتل في سبيل الله وقتل وهو على ولاية أمير المؤمنين. أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه أيضا هذه هي السردية التي نصفها وننقلها من خلال التأريخ. ولذلك علي صلوات الله وسلامه عليه انطلق من الإعداد، وهو أنه: يا عقيل، اخطب لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما يكون ناصرا لولدي الحسين يوم عاشوراء. فإذا الإعداد من أصل الأم والزوجة والعائلة. يعني لاحظ ملاحظات أساسية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يعني بعد المفروغية من الدين والأخلاق، لأنه هم الذين يدعوننا إلى أن ننظر إلى الدين وإلى الأخلاق، أو إلى الأخلاق والدين. الحقيقة الروايات هي تقدم الخلق، يعني إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، أولا بدأت بالخلق. فبعد المفروغية من الخلق والدين، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن جانب الفحولة والبطولة والإباء والقيم العالية التي تجتمع معها الشجاعة، واجتمع معها الإيثار، واجتمعت معها التضحية. كل هذه مثل تجسدت في العباس وأمه وإخوته صلوات الله وسلامه عليه. إذن الجانب الأساسي الأول في عملية التحليل إعداد القائد، إعداد
الابن الذي نريده ونشكله كما نشاء. وبطبيعة الحال أيضا الجانب الثاني والأساس الثاني هو الجانب التربوي والبيئي. يعني العباس عليه أفضل الصلاة والسلام ولد في كنف بيت تحوطه رعاية أمير المؤمنين سلام الله عليه وأم البنين والحسن الذي هو معصوم والحسين وزينب صلوات الله وسلامه عليها. فإذا هذا الجو لا شك أنه يفرز نتيجة كأبي الفضل العباسي وكإخوته صلوات الله وسلامه عليه. الجانب الثالث الذي هو طبعا بعد توفر هذين الجانبين وهو جانب العظمة في كل شخصية هو الجانب الذي يمثل مفتاحا وهو العلاقة بالله تبارك وتعالى. العلاقة بالله هي التي كانت تحرك العباس، يعني لم يكن الذي يحرك العباس هو النسب ولم تكن الحمية ولم تكن الأنفة، وإنما الذي يحركه وهذا ما يشهد به قوله صلوات الله وسلامه عليه: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. هذا الذي يحلله إمامنا الصادق بشكل أكبر، يقول: رحم الله عمن العباس لقد كان صلب الإيمان. فلذلك لا يهمه أن تقطع يداه، يفضخ رأسه، يقطع رأسه، لا يهمه أي شيء. الذي يهمه هو الدين. إني أحامي أبدا عن ديني وعن الذي يجسد الدين، الدين ليس شيئا في الهوى، وعن إمام صادق اليقين، هذا الذي يجسد الدين، وهو ما قاله الحسين لهم: ناشدتكم الله، هل يوجد ابن بنت نبي بين المشرق والمغرب غيري؟ وهذا أيضا نقرأه في الزيارة. طبعا أنا لعله دائما أؤكد على هذا المعنى، بأنه من ضمن المصادر الأساسية لتقييم الشخصيات هي الزيارات. الزيارات الواردة لأبي الفضل العباس عدة زيارات، ولكن الزيارة المعروفة وهي الزيارة التي نقلت في كامل الزيارات لمحمد بن جعفر بن قولويه شيخ المفيد، وهو مدفون معه أيضا عند الكاظميين رزقنا الله وإياكم. هذه الزيارة سندها صحيح، و من الصحيح الذي تقريبا اتفق الجميع على أنه معتبر. يعني كامل الزيارات هو بحد ذاته من الكتب المعتبرة، والرواية أيضا في سندها كلهم من الثقات، فيعني تكون من الصحيح المتميز، من المعتبر المتميز. الزيارة المهم فيها هو شهادات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يعني أنتم لاحظوا أن الزيارات فيها جوانب تعريفية. الجوانب التعريفية يعني مثلا أن نحن نقرأ زيارة المعصومة، فاطمة المعصومة رزقنا الله وإياكم. زيارة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها عن أخيها الرضا، يعني عن معصوم، يقول فيها: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. في زيارة العباس سلام الله عليه خمس شهادات للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يعني الشهادة الأولى: أشهد لك بالتسليم والتصديق
والوفاء والنصيحة. في الحقيقة هذه كل كلمة من هذه الكلمات لا شك أنها لها خلفية، خلفيتها صلابة الإيمان. يعني كيف يمكن يعني العباس صلوات الله وسلامه عليه يأتي للحسين يقول له أبا عبد الله سيدي ومولاي، وهذه أيضا سردية ينقلها لنا التاريخ في منتهى امتثاله وتوقيره لأخيه الحسين، أنه لم يناده بأخي إلا في حالة استشهاده أو قبيل استشهاده صلوات الله وسلامه عليه. لكن كلما كان يريد أن يحمل على القوم ينهاه الحسين فيمتثل. يعني هذه حالة من التسليم ليست عادية، كما نلحظ تسليم علي سلام الله عليه. يعني بعدما أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما سيجري على الزهراء وقال له أتصبر يا علي، هذا المستوى من التسليم الذي هو مأخوذ من علي سلام الله عليه، ما هي خلفيته؟ خلفيته طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، طاعة الله تبارك وتعالى. من هنا الإمام الصادق جعل هذه شهادة، أشهد لك بالتسليم والتصديق. التصديق بماذا؟ العباس صلوات الله وسلامه عليه مصدق بكل ما جاء به رسول الله، مصدق بكل ما جاء به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لكن أيضا هنا التصديق، لاحظوا جمع الإمام التسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل. إذن التصديق للحسين سلام الله عليه بكل ما أراده منه، هذا جانب. الجانب الأكبر من ذلك عندما جاء الشمر ليلة العاشر، عندما جاء الشمر ليلة العاشر ونادى العباس ولم يجبه العباس، أجابه متى؟ امتثالا لأمر الحسين سلام الله عليه. يعني أنا آمرك فلا بد أن تسلم، هذه شهادة. والإمام سلام الله عليه بعد أن يشهد له بذلك يقول له فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أو عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت. الشهادة الثانية يقول صلوات الله وسلامه عليه أشهد أنك أو أشهد وأشهد الله. هذه أيضا يعني القضية أنه من الإمام المعصوم، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتحمل الشهادة هو أولا، ثم يكون وكيلا في الشهادة عن الله تبارك وتعالى، وهذا يكشف عن مقام عظيم. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه أيضا فجزاك الله. وكذلك شهادة ثالثة أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله مع الشهداء. ولذلك نحن حينما نقف عند هذه المفردة، يعني مفردة أن العباس سلام الله عليه وصل إلى الماء فلم يذق منه الماء، كيف نحللها؟ نعم نقل لنا التاريخ كما قلت، وكان قلب عمي العباس كصالية الجمر من الظما ولكنه لم يشرب، لأنه قد
نسي نفسه. لاحظوا هذا تمام تمام التفاني في الله تبارك وتعالى، أنه لا يتنعم بنعمة والإمام لا يحظى بها، هذا تمام المواساة. ولذلك أخونا الأستاذ عبد الله القرمزي موجود، وإحنا ما بنتدخل في شأن الشعراء، لكن أقول عتاب مر من سيد جعفر الحلي لما يقول لي أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بمن أرزى وأنت منعم، عتاب شديد مر، لا بل آثر، وإلى آخر لحظة أبى ألا يذوق الماء، وإلى آخر لحظة أبى ألا يوضع في حجر أخيه الحسين. فسلام الله عليك سيدي ومولاي أبا الفضل، يوم ولدت ويوم فديت أخاك وجاهدت بين يديه واستشهدت عطشانا غريبا مظلوما، ويوم تبعث حيا، ورزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، ولا فرق الله بيننا وبينكم طرفة عين أبدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. نشكر لكم سماحة السيد هذا العطاء وهذا التحليل لشخصية العباس.